يظهر الأستاذ السيستاني يقرأ لنا مقتبسا. هذه مناظرة، هذا تحدي. أنا أقرأ القرآن من البداية إلى النهاية وهو يقرأ مقتبس من هذه المقتبسات ولو من كلمتين. أنا سأترك كل شيء وأتنازل عن كل شيء وأتبرأ من كل شيء إذا ظهر الأستاذ السيستاني يقرأ واحدة من هذه المقتبسات. إذا قرأ واحدة من هذه المقتبسات بصورة صحيحة بغض النظر عن ضوابط القراءة والتجويد وما يعود إلى شروط وضوابط التلاوة. بصورة صحيحة ليس فيها الخطأ. أي مقتبس من هذه المقتبسات؟ أقصى المقتبس. أتحدى الآن إلى أي شاعر، لأن الآن ليس عندنا، لا نتحدث بمناظرة أعلمية بالفقه أو الأصول أو التاريخ أو العقائد أو الفلسفة أو غيرها. الآن أتحدث ولا عن تفسير القرآن ولا عن حديث وعلم رجال، أتحدث عن قراءة، قراءة، فقط قراءة. إذن لقد أمر الله رسوله الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم بأن يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان النبي الرسول الإمام صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، فهل يوجد عاقل يقول إن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب؟